اليوم بالمقبرة اليوم. ايه الاول وتالي نرجع لها. ايه يعني مطمئن بدخولك للمقبرة؟ الحمد لله والشكر انا مطمئن. شنو اللي يخلي عندك هذا الاطمئنان شيخ قحطان؟ ايماننا برب العالمين وايماننا بقضية الحسين سلام الله عليه. يعني احنا ما خدمنا الحسين عبطا، احنا خدمناه من اجل هاي الساعة. تحس خدمة الحسين الها جزاء باكر بالبرزخ بالقبور؟ اكيد اكيد، وجزاها عند رب العالمين عظيم. شيخ قحطان انت رجال ابن مدينة النجف، وربما جو المقابر مألوف إليك. أكيد. فقد يكون من تدخل إلى مقبرة ما تولد عندك فد رهبة معينة، لكن اليوم خادم الحسين الشاعر الحسيني قحطان الحسناوي داخل للمقبرة وهو يريد يقف على قبر رح يدفن بيه، داخل للمقبرة وهو يعد أنفاسه الأخيرة. هذا الموضوع شي يعني لك بهذا الدخول الآن؟ قد ما تصدق إذا أقول لك قسما بذات الله. إيه؟ هذا الموضوع يعني أنا منتظره، لأن هاي ساعة اللقاء مع من أحب، لا مع من يبغضه ويبغضني، مع من أحب، يعني ساعة قبض الأجر. هذه الساعة أنا أنتظرها وما خايف منها، يشهد الله ما خايف منها، مستعد لها والحمد لله والشكر. هل مريت في موقف ذكرك بلحظة الموت في حياتك؟ أي أكيد، أنا يعني مريت وخاصة بوضع الصحي. أي. يعني أجتني نوبة قلبية قبل سنتين، يعني وصلت للموت وأيست وشاهدت ووصيت. أي. لكن الله سبحانه وتعالى يعني قاسم لي أبقى بالحياة وقاسم لي أن أزيد بخدمة الحسين في رصيدي والحمد لله والشكر. قحطان أنت من الشعراء اللي كتبوا أولا اللي خدموا الحسين وكتبوا الشعر الحسيني من بدايات حياتهم. أي. صار في بالك في بداياتك في وسط حياتك الشعرية الحسينية أنه تلتقي بالمولى سلام الله عليه بالطيف برؤية؟ صار داخلك هيش تصور هيش أمنية؟ كنت أتمنى هذا الشيء لكن لحد الآن ما تحقق هذا الشيء، لكن أكو ناس إجت شافتني في عالم الرؤية في مواقف يعني مشرفة، ويعني يتمناها كل إنسان مؤمن، لكن أنا ما شفت. أنت الآن بين القبور بس أشوفك مقيد، ما ماخذ راحتك بالحركة. إيه. ما أدري ليش، يعني قلق من هذا المكان؟ لا مو قلق، احتراما لهذا المكان، احتراما لأهل القبور، أهل لا إله إلا الله. السلام على أهل لا إله إلا الله. السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. أكيد راية أبا عبد الله هاي. إيه. قحطان الحسناوي لما تدخل للحسين وأنت شاعر حسيني. شلون يكون دخولك؟ أدخل دخول العبد بين يدي مولاه. موضوعة هاي لحظة الموت اللي عشتها. إيه. هم تجسدت عندك بقصيدة؟ أكيد، يعني صدقني أستاذ أحمد مو بس بقصيدة. أثرت على كل حياتي من ذيك اللحظة وإلى هاي اللحظة، ما فارقتني أبد أبد ما فارقتني، وأتوقع بأي لحظة تتكرر. تتوقع بأي لحظة تتكرر؟ أي لحظة تتكرر.
لذلك صار عندك الاستعداد. ايه الحمد لله والشكر. الموت أذاك بفقد عزيز؟ طبعا أذاني الموت بفقد صديق جدا عزيز علي. صديق جدا عزيز علي، وما كنت متوقع أنه يموت، وفاجأني يعني، صعقني والله صعقني. وأذاني بفقد والدي الله يرحمه. الله يرحمهم. الله يحفظك. تتمنى أن تلتقي هناك بذاك العالم؟ أكيد أكيد أتمنى وأتوسل رب العالمين أن يكون إليه أنه فرصة أن أشوفهم. منو من خدام الحسين اللي تتمنى أن تلتقي به بذاك العالم؟ الشاعر الشيخ جواد شربة رحمة الله عليه. الشيخ جواد شربة. الشيخ جواد شربة أثر بيك شعرياً؟ طبعاً هو أستاذي، هو صاحب الفضل الأول عليه بأن أكون شاعر. ورجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن أنا كنت أكتب له، يعني هو يحكي وأنا أكتب له بالورقة. أي. وتعلمت من الكتابة، تعلمت شلون أكون شاعر. علمني على الأوزان، علمني على الشعر، والأهم من هذا علمني شلون أكون إنسان خلوق في خدمة الحسين. والنعم منه ومنك، الله يرحمه. ألف رحمة على روحه، هو وخالي أبو ثائر يوسف الحسناوي رحمة الله عليه، ذولا ما أنسى فضلهم. خلي الفانوس، خلي الفانوس على القبر. إيه. أنت اليوم زرت الإمام الحسين قبل لا تجي للمقبرة حتماً؟ الحمد لله، زرت أبا عبد الله وزرت أبا الفضل العباس، الشهداء، سيدي ومولاي علي الأكبر، ألف الحمد لله والشكر. زرتهم وأنت متوجه إلى المقبرة تعيش لحظات هذا الشعور. سولفت ويا الحسين؟ أكيد، شلون ما سولف ويا أبا عبد الله؟ إيش قلت له؟ أنا دائماً أقول له يا أبا عبد الله خليني موفق بخدمتك. لأن أي شيء بدون توفيق مستحيل يتحقق، أي نجاح مستحيل يتحقق حتى أجر. إذا ما كنت تحس أنه أنت إنسان موفق، أنت إنسان مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبل أهل البيت، إذا ما عندك هذا الإحساس وما تيقنت 100% أنه أنت إنسان قاعد تسدد في عملك في خدمتك وتوفق، يعني أكو عندك مشكلة أنت بعقيدتك بخدمتك. قحطان أذيت أحد بحياتك؟ متعمد لا، ما أحب الأذية أنا، لا أحب أذي واحد وما أحب واحد يأذيني، بس قد أكون غير شكل غير متعمد أذيت واحد بدون ما أدري، هاي بعد العلم يوم رب العالمين. أكو واحد أذاك بحياتك؟ أكيد كل إنسان إلى اللي أذوه. شنو تقول لو أنت واقف الآن على القبر؟ شنو تقول لهذا اللي أذاك؟ والله أكو ناس أقولهم أنتم مسامحين في سبيل الله، لأن أنا باكر أرجع أنه الله سبحانه وتعالى يسامحني يعفو عني، زين، فلذلك لوجه الله أسامحهم. وأكو لا، أكو ناس يعني إذا سامحتهم قد أرتكب ذنب. ذنب أنه إذا سامحهم، فأخليها هاي يم رب العالمين نتحاكم أنا وياه. أريد من عندك ترفع هاي الراية، راية الإمام الحسين هذه. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. ارفع الراية. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. لف بيها، صفطها إليك. شو تشوف على القبر يا قحطان الحسناوي؟ أشوف صورتي. شو تتمنى ينكتب على قبرك قحطان؟ أتمنى قبل اسمك شنو يتمنى ينكتب على قبرك؟ أغلى اسم بحياتي، خادم الحسين. خادم الحسين. هاي راية الإمام الحسين بين يديك. يا عبد الله، أريدك تقعد يم القبر وتعيش هاي اللحظة. أبويا.
حسين 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 يا حسين يا حسين يا حسين نذبح يمك وانت رجوى أتمنى شوفك وأذرف بجايبك أتمنى أبا عبد الله حبيبي حسين أتمنى واذرف بجاي بجاي بس خايفني مقصور يا مولاي يا مولاي حسين يا خلصيت عمري بخدمتك 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 مولاي مولاي وقت الدفن رايد فزعتك أنا وقتي دفين رايد فزيعتك ولخفي في الوحشة بداعة اختك مو يخفي في الوعشة بداعة اختك يا الماي لغيرك يا الماي يا لغيرك الحياتي أنخاك مولاي وبعلي أنخاك تحضرنا بمماتي بمماتي حسين حسين أنخايك تحضرن بمماتي وعينك على أولاد وبناتي وعينك على أولادي وبناي سلام عليك يا عبد الله ما أخذ وياك بس القصائد ها القصائد. هو هذا متاعك أنا خلقت لأن أكون شاعر الله سبحانه وتعالى خلقني من أجل الحسين وإذا تريد الدليل إيه؟ سيخلق الله له شيعة يحيون أمره ويقيمون عزاءه الرادود والشاعر وابو الموكب وابو الماي وبكل تفاصيلنا إن خلقنا له هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ما يختلف عليه اثنين أنت مؤمن بهذا الشيء الحمد لله وشكرا أريد أرجع وياك شوية للحديث قبل دقائق قلت لي أكو ناس أذوك ومنهم اللي تبري الذمة ومنهم لا أنت ما تقدر تبري الذمة ما أقدر ناسك راح تبريك الذمة إذا متت باكر راح يبرونك الذمة أكو ناس يبرون الذمة رغم ما هو أني يعني مو مؤذي
يشهد الله عليه. ما أحب أأذي الغير، ما أحب واحد ينام بالليل هو مزعوج من عدي. منو تتوقع أكثر شخص راح يتأذى بخبر وفاتك؟ طبعا والدتي موجودة الحمد لله والشكر. والدتك عايشة؟ عايشة الحمد لله. أكثر إنسان بالوجود هو والدتي. تحس راح تتأذى؟ أكثر شيء. ما تعبتها؟ أمي؟ اي بالعكس. ها. موجودة حياة ترزق الحمد لله والشكر. الحمد لله. دائما تدعي لي. سامحني بهذا السؤال قحطان، شنو اللي ببالك أن أنت توفق قبل والدتك لو والدتك توفق قبلك؟ طبعا هذا الشيء بيد رب العالمين أكيد. بس أنا أتوفى قبلها يعني هي إيش راح يصير بيها؟ تتأذى يعني أم تموت، يشهد الله تموت. تعلق بيها أم؟ أنا أبوي راح، لحد الآن أبكي عليه والله العظيم، كل ما أذكره أبكي عليه. بس اللي مصبرني أمي موجودة. شلون يكون موقفك إذا توفت أمك؟ إذا تيجي توقف على قبر أمك؟ الموت حقيقة، البعض يخاف منها، لا البعض لازم يستعد لها هاي اللحظة. استعديت لهاي اللحظة؟ لازم يستعد. والله أنا بقدر المستطاع الحمد لله والشكر ضحيت بهواي شغلات. عندك أولاد؟ عندي الحمد لله والشكر. خايف عليهم من الموت؟ شوف، كل إنسان بداخل غريزة الأبوة. دائما أشوفهم قدامي، دائما أقول شلون أنا يعني إذا متت إذا صار لي شيء، وخاصة من إجتني النوبة القلبية يعني بالمستشفى صاروا قدامي، شلون راح يعيشون بعدهم صغار؟ لكن هذول أنا مو أنا اللي خلقتهم. مؤمن بالله أنه هو يتولى، هو خالقهم سبحانه وتعالى، هو أعرف بمصيرهم. أنا اللي عليه أديته وسويته وربيتهم، خبزتهم تربيتهم على سيرة أهل البيت، على حب الحسين، لبستهم أسود منهم وصغار، علمتهم حب القصيدة وحب المجلس، حب أبا عبد الله. ودائما أقعدهم من نقعد من نتغدى أو نقعد، دائما أسولف لهم قصص أهل البيت. وي أصدقائك كان لك دور بهذا الموضوع؟ يعني يا موضوع الموت، موضوع الوصية والموت. لا أصدقائي يعني مجالسنا الخاصة، ايه؟ هم يعرفون، خاصة الأصدقاء المقربين. ايه؟ أكره شيء بحياتي. نعم. أكثر شيء كرهته بحياتي الغيبة. 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 كنت أوصيهم دائما، يعني أنا عندي أصدقاء وصل حد أنه قلت لهم إذا واحد يستغيب بعد يطب البيت بدون زعل. وفي مجال الخدمة الحسينية وأنت شاعر وأكو أقلام شعرية شابة إجت وراك، شلون تتكلم وياهم بهذا الموضوع؟ والله الشباب اللي موجود عندنا هسا حاليا بالساحة، يعني أنا أشوف بيهم مستقبل، وهي شوف هاي أرض الحسين ما تبور أبد، ما توقف على واحد، ما توقف على نخلة. قحطان الحسناوي، يا قصيدة كتبتها وتحسها هي هاي عرضون لقائك بالحسين؟ يعني كل قصائدي، والله أنا عندي قصائدي مثل أطفالي ما أميز. أكيد. لكن أكو قصيدة أنا هو أعشقها، وذا أتمنى إذا يعني احتاجت أنا أبكي، احتاجت للبكاء أروح أسمعها. اللي هي؟ أصبر يا نعش القدر ساعة، غافي أقول القمر ساعة، يمها النجمات تحوم يمكن تصحى من النوم. أصبر يا نعش القدر ساعة، لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. أصبر يا نعش القدر ساعة. إحنا لسه
يمت شابيه قبر قحطان الحسناوي. اقعد اقعد، خلني اشعل هاي الشمعة. القبور هذا البخور بيدك، أرد أسمع الأبيات منك مرة الثانية. أصبر أصبر يا نعش القدر ساعة، إيه؟ غافي أقول القمر ساعة، يمها النجمات تحوم يمكن تصحى من النوم. أصبر يا نعش القدر ساعة. جميل، منو قراها من الرواد؟ قراها يعني أبو مهدي شيخ كرار أبو غنيم، الله يعطيه العافية ووفقه. والنعم منك ومنه، الله يحفظه أبو مهدي. موفقين، الله عزك. عمر أنت وأبو مهدي؟ يعني كرار أبو غنيم عمر طويل سنوات، أحلى ما بي أنه من الصبا وأنتم سوا. إيه يعني من 99 ولحد الآن. شو يكون ردة فعل كرار أبو غنيم إذا وصله خبر وفاة قحطان الحسناوي؟ كرار من الناس الأوفياء، وأثبت هذا بمواقف مو بحكي، عدة مواقف وياي تثبت أنه إنسان وفي جدا، وإنسان متزن، وإنسان عنده علاقة بالحسين يعني جميل وطبيعية. ردت فعله في حالة إذا وصل هيك خبر شنو تتوقع؟ ردت فعله هي نفس ردت فعلي آني. إذا يوصلك خبر وفاة إذا يوصل يعني أموت كإنسان، أبقى بس جسد، جسد ونفس ويصعد وينزل، معنى الحياة عدي ينعدم. يعني لهذا الحد علاقتك بي؟ طبعا أبو مهدي خال جهالي يعني نسيبي بلي. وعلاقة عمر، وعمره ما خدشني، عمره ما جرحني، إنسان والنعم منكم، إنسان لطيف جدا، إنسان شريد أعبر لك عن كرار. أنا الوقت جاي ياخذني. على قعدتك هذه شيخ قحطان، شنو وصيتك الخدام الحسين وانت الآن أمام القبر؟ اتمسكوا بالحسين، الدنيا منتهية، ما الدنيا حلم، مر السحابة، وما يفيدنا غير أبا عبد الله، احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. شنو وصيتك لعائلتك الأم، أولادك الأولادك؟ لا تضيعون تعبي. حلو. تعب اللي أنا تعبته ووصلت له وضحيت من أجله، ضحيت بهواي أمور، أنا ضحيت براحتي، ضحيت برفاهيتي، يعني أنا إنسان قضيت أريد نقول نص عمري نوم وربع عمري عمل، والربع الثاني محبوس بالغرفة بس أكتب، وأنا من الشعراء المكثرين بالكتابة، بس مستمتع بهذا الشيء. بعدنا عنه هواي أمور، واعتبر هذا تكليف من الحسين وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أنت في كربلاء، قحطان الحسناوي تتمنى قبرك يكون في كربلاء لو في النجف؟ في النجف. في النجف. في النجف. لوجود أمير المؤمنين؟ أكيد، وأنا قبري موجود ترى. قبرك موجود؟ موجود ومحضرة أنا، صف قبر أبويا الله يرحمه. توقف على قبرك؟ إيه، والقبر مالتي اسمي موجود عليه. قرأت قصائد عليه؟ لا، قرأت قرآن. قرأت قرآن؟ قرآن أستاذ أحمد. خذ راحتك، أنا شاعر، بس تعال القصائد مالتي أنا سأعطيك، أخليك أنت والدولاب القصائد مالتي، إذا لقيت بيت أبو ذي أو أي شيء يخصني أو يخص غير الحسين أنا معتب إلك، ما أكتب إلا للحسين، وحتى من أرثي خدام الحسين إلا خدام الحسين، ما أرثي ناس ياها تشان. أنا أقول ربما يكون مشروع قصيدة، كأنه تكتب آخر قصيدة، هل شعرت بهذا الشعور أنه رح يجي لحظة أن تكتب آخر قصيدة بحياتك؟ كل قصيدة أكتبها أقول هاي آخر قصيدة،
كل قصيدتك. من بعد النوبة القلبية اللي آخر قصيدة كتبتها شنو؟ آخر قصيدة لسيدتي ومولاتي أم البنين سلام الله عليها. سلام الله عليها. خلص بطف زماني بعد علمن أتاني آخر نبلة وهي بشف حرملة قالت ما حد يرجع من كربلة بعد علمن أتاني. شيخ قحطان إن شاء الله رسالتك وصلت. إن شاء الله. وإن شاء الله خدام الحسين يسمعون هذه الكلمة، وإن شاء الله كذلك رسالتنا وصلت للي عندهم يقين بالحسين أكيد، واللي ما عندهم يأس من رحمة الله أكيد، أنه الموت حياة ثانية ممكن أن تكون أجمل من حياة الدنيا إذا زرعت لها هاي الدنيا. الدنيا الدنيا هي الفانية، لكن الإنسان باقي، ما خلق للفناء. الإنسان يمر بمراحل، دنيا والبرزخ والآخرة، هاي من رحمة الله سبحانه وتعالى. ايش تعني لك راية الحسين؟ راية الحسين يعني من أريد طبعا هي راية السماء، راية محمد الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم، وراية أمير المؤمنين سلام الله عليه، الراية اللي انطاها أبو فاضل سلام الله عليه، شفوفه وعينه وهامته وشبكها على صدره، الراية اللي كمش يزيد قال تقبل لعن اللي قبضت أبو فاضل عليها. نعم. شنو تعني لك؟ شرف. شرف. هل عندك وصية خاصة لقبرك؟ شيء أن يكون وياك، قصيدة تندفن وياك، راية تندفن وياك؟ طبعا أنا أتمنى هذا الشيء. تتمناه؟ لكن ما موصي. ما موصي. عندي بعض القصائد أرد أخذهن وياي، بعض القصائد أريد أخذهن وياي، ذن اللي أنا مثلا حسيت بيهن أنه إن شاء الله ذن مقبولات، ذن تسيتن وياك بالقبر وياي أخذهن. وراية الحسين؟ راية الحسين أكيد أكيد. قحطان الحسناوي وراية الحسين بين أيديك، أنت اليوم في كربلاء وطريق السلامة إلى أهلك إن شاء الله للنجف إن شاء الله، ولا تنسانا لما نزور أمير المؤمنين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقكم يدين عليك هذا التوفيق إن شاء الله. أنا راح أبقى عند القبر، أريد أهدي ثواب الفاتحة إليك، فخليني أنا وصورتك قبل رحيلك، وإن شاء الله عمرك طويل في خدمة الحسين. الله يحفظكم الله يعطيكم العافية. يا أبا عبد الله شلون بي وثيق الوزن حسابي، وين ملئ مني المعاصي كتاب، شلون بي لو غراب مني الأجل واخذ سمعي لموت ولساني انشكل، ظلت عيوني تدير على الاهل تشوف فاته الليل دميع لا ينصاب. الى المرحوم السيد عبد الحسين الشرع.